رجعنا من جديد سبور ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم. رفقي بوسته بلال الفضايلي كذلك منجم ابراهيم وطارق الزيادي ضيوفنا في الحصه نتاعنا اليوم. نبدا معك انت رفقي. البارح المنتخب الاوسط استنينا ما خير الحق منتخب الاصاغر سامحني مع محمد امين نفاتي شفنا مستوى محترم خاصه في الشوط الاول شفنا لاعبيه عندهم مستوى محترم لكن بعد شنو اللي صار في الشوط الثاني ظهر شفنا منتخب اخر تعقدت شويه وضعيتنا في المجموعه. والله يا اسحاق امكانيات كبيره المنتخب هذا يا اسلام انا تبعت شويه ممكن المشكله هو غياب التحضيرات. كانتش تحضيرات في قيمه مشاركه في دوره تاهيليه للكان رغم قيمه الاسامي فما برشا ملاعبيه محترفين مثلا التشكيله الاساسيه اللي لعبت البارح نلقاو سليم بوعسكر من روما لايطالي قابيل كراي من نيم مهدي تليلي موناكو زين الدين حسني من نيس أنيس السعيدي اللي نعتبره إن شاء الله هذا اللي اختفى التونسية مهاجم وهداف منتخبنا والتخو خالد السعيدي لاعب سابق بالضبط يلعب في فيلادلفيا في أمريكا ياسين بن محمود في أونجي وسيف الحاج عبد الله يلعب في البطولة البلجيكية كي ترى الأسامي وترى أنهم لاعبين والفرق اللي يلعبوا فيها إمكانيات كبيرة وحتى ترى السيناريو نتاع مباراة تكون منتصر حتى الدقيقة 81 2-1 ويكفيك التعادل للتأهل تخسر 3-2 مشكلة وانو ظاهر وانو مشكلة بدنية بالأساس لأنه غابت التحضيرات نرجع للظروف صحيح. اللي تعيشها كرة القدم التونسية غياب التحضيرات الجيدة غياب المباريات الودية قوم مشاكل الإطار الفني قيادة محمد أمين النفاتي الحقيقة نستنيه توا مصيرنا مرتبط توا من مقادلة ليبيا تربح المنتخب المصري أو المنتخب الجزائري يربح نتيجة عريضة المنتخب المغربي وانا راه الحقيقة صعب جدا لا سيناريو الأول ولا الثاني والحقيقة حرام أضعف إيكيب وقيت طارق وقيت باش نرجعوا للكان يعني آخر ظهور في الكان نرجعوا لسنة 2013 يظل وقتها مع عبد الحي بن سلطان وقتها بعد مشينا مونديال الإمارات إمكانيات الحقيقة موجودة فنيين ملاعبيه باهين إذا كان لا قدر الله هذه في سياق لا قدر اذا كان لا قدر الله منتخبنا ما نجحش في انه يوصل للكان لازم نحافظوا على الملاعبيه هذوما لانه ديما الحلقه المفقوده في كره القدم التونسيه حتى مره كان لي حوار مع يوسف الزواوي تحيه لي كان مدير فني للجامعه وقت استضفته ديما نسالوا على علاش فئه اقل من 17 قليل تلقى ملاعبي بعد يوصل اليوديسيت هاو تاريخيا كي نحكيو على 2007 أصعب مش نلقاو بلال العيفة يمكن يوسف مساكني شكون اخر نور حضرية ما عملوش مسيرة مثلا نور استنيناه باش يكون اكثر من هكاك برشا فما حلقة مفقودة قلت للمول الادارة الفنية مطالب باش تلقى الحل رفقي برافو عليك برافو عليك جبت حاجة مهمة برشا 2007 بالضبط. شوفوا الملاعبيه شعتينا ربحنا بلجيكا وقتها 5-2 يضر لي اللي فايد دينا زار والسامي الكبير وين بلجيكا وين الفريق الوطني نتاعنا هذه مشكله الكبيره اليوم وحكيتها المره الاخرى وتحيه للنجم الرياضي الساحلي اللي عمل لك الدوره ايدوز معناها باش نرجعوا لتالي ايدوز فازت الترجي الرياضي التونسي في سوسة العام اللي بعده والترجي داير بعثت ريميرسيمون للنجم الرياضي الساحلي على الاورجانيزاسيون وكل شيء العام اللي بعده النجم الرياضي الساحلي فيناليست اودوز في اتلتيكو مدريد وجيسينيس يوريك اليوم المشكله هذيك المشكله الكبيره لابري اليوم خاطر انا سمعت وحتى ايفانت عندهم تونس عندها ريير جوش دوت عرعر يلعب في ستراسبور نيفو اللي خاطر المنتخب رجع الفريق يحكيوا عليه ان هذا واحد اخر غادر زيد هاي ليسار عار حسيروا ثم ملاعب رير جوش الناس سمعت المحللين في مصر يحكيوا عليه عنده ان نيفو هذيك المشكله الكبيره اللي موجوده في تونس راي الكفاءات موجوده اليوم كي تشوف لي جون كيفاش يترينيو كيفاش يحكيوا عندي من عام 1998 نحكي فيه في التلفزه السويسريه الكلام هذايا علاش حط الكفاءات اليوم تشوف الشتم تاع الوليدات الصغار من السونسي اتر مربين حرام عليكم اخر مره وليد طردوه خاطر بوه ما خلصش الفلوس قدام اصحابه قالوا بوك ما خلصش بنروح علاش رفقي غادر هو ذري ثم اتفاق مع ستراسبور على اساس جورني فيفا يرجع بعد عدد معين من المباريات فهم لاعب اخر طارق الزيادي غادر المنتخب اللي هو توماس الزواغي
قعدنا نلعبوا في الدوره هذه بحارس وحيد، معناها ما مشاوش ثلاثه خاطر الفريقي ما حبش يسيب الجارديان نتاعو مالك سعاده. الجارديان ذا صارت له مشكله مع سنين بن عاشور غادر الاستاج. فسمعت حتى بعض المعلقين اللي علقوا على المقابلات يتهكموا على المنتخب التونسي كيفاش بجارديان واحد وقتها تدرب الجارديان الاول نتاع المستير اعتقد الحارس الاول نتاع المنتخب. اي دونك كيف شنو ما عنديش حتى سؤال، معناها تقريبا الوضعيه اصبحت في المنتخب برشا فوضى. راك تشوف النتائج، راك تشوف النتائج معناتها النتائج تدل على برشا حاجات. وشوف حتى المنتخب الاول، تشوف انت تو كيما كان يحكي لك خويا رفقي النوايو معناتها نتاع الجوارات هذوما والمستوى اللي يلعبوا فيه، ومن بعد كاش يمشوا نشوفوهم في المنتخب الاكابر ولا المفروض راهو من توا تصير الانتجراسيون، من توا يبداو اذا فما تخطيط واذا فما ناس تحب تخدم واذا فما ناس عندها رؤيه مستقبليه سواء كان على المدى القريب ولا البعيد. بالطبيعه فوضى، بالطبيعه اذا ما راهو شوف تو الجامعه ما فماش شكون يسير، حتى اللي يسير ماهوش قاعد عارف فاش يسير. انا نعطيك من الاخر بالرسمي راه نتكلم فيك، ما هوش يعمل لا غير شفتوا. اعطيني شنو القرار اللي خذاه من اول ما شد لتو، قداش عنده تو شاد؟ تشوف التحضيرات كيفاش يحضروا الايفان والايديسات. صحيح. اي دونك اي معقوله انت معناتها فريق ما يسيبلكش لاعب للمنتخب؟ اي علاش ما نعوضوش؟ هذا هو المشكل معناتها. اذا كان هو السبب والله ماني عارف الجمعيات الاخرين ما فيهمش موجودين، لكن انا ما نحبش ندخل في حاجات اخرين لانهم الحقيقه معناتها كرتنا مش ماشيه للتوالي، ماشيه للحضيض. معناها ارسلنا مثلا قائمه في ثم ديلي معينه، وانت ارسلت قائمه نجم نطلب، ما نعرفش بلاد نجم متحاد شمال افريقيا لانه هذا ظرف طارئ، طارئ ولا بليسير نجم تعوض، نجيب حارس ثاني على الاقل. والجوريت نتاع بلجيكا 2018 خذوا الريفانش نتاعهم في كاس العالم في روسيا. انا نوريك شوف اليوم الحاجه الاخرى سيك لو سويفي ماهوش موجود بالكل، لان اليوم جوريت تعمل اون لامبرسيون اللي ما فماش معناها يجي لتونس كاينه عامل مزيه على الفريق الوطني التونسي، نحكي على السينيور. لكن اليوم لا تهربوا فيهم هذوك اللي جايين، يهربوا فيهم، يهربوا فيهم، فما ناس ما يخلوهمش يجيو لا ما غير اشوف سواء كان لاعبين ولا حتى مسؤولين ولا دي مانجر. باش نبدو واضحين، اللاعبين اللي يجيو من برا وتشوفهم ما يجيو لهنا وما يلعبوش خاطر يلوجوا على مصالحهم مش مصالح تونس. علاش خاطر تونس راهو في اوروبا يخموا كان في مصالحهم. كي تجي تشوف انت يتعاركوا على لي بريم دو ماتش باش يجي ليكيب ناسيونال في السينيور وتحكي لي على الوطنيه، هذوما ما عادش يحطوا ساقهم في الفريق الوطني التونسي. الملاعبيه هذوما علاش راهو عند ثم بريسيون من الفرق الاوروبيه وعملها عملتها حتى فرنسا. علاش يقول لك جو بريفير الجوار هذا يولي اوروبيان باش انا عندي الحق في جوار اجنبي ننتدبو. وصارت مع صبري لموشي وقت اللي روح عام 1994 جيرو ماكش البط وقتها سي موشي. لا لا اسمع شو جيرو قالوا تكستيول ما قالوا بوركو تو فاشي، قالوا راهو هكا هكا في تونس عملوا فيا ودرا شنو ودرا شنو. قالوا علاش ما تاخذش الجنسيه الفرنسيه تولي نهزك الفريق الفرنسي وتشوف تعمل كوب دي موند 98 وكل شيء. هزوا وعيطوا لهم الكوب دي موند 98 قبل اسبوعين ومن بعد خرجوه هو حاتم من عرفه. هو حاتم من عرفه هذه الحاجه تعاود مع وسام بن يده يعطيك الصحه. اليوم لا جيستيون راهو نتاع صغيراتنا، الكفاءات موجوده صحيح. الامكانيات موجوده، راهو قاعدين نظلموا في وليداتنا وحرام عليهم. الفروج لازمك توفر الاراده ماهيش موجوده. اي تفضل. انا حسب رايي في المنتخب، انا خدمت شويه في منتخبات الشبان وكذا، المنتخب التونسي تاو كي تشوف عندك دو استراتيجي، يا اما استراتيجي كيما عملنا احنا في السينيور وانك تجيب لي بي ناسيونو فيهم هما زاد تجيب الملاعبين صحيح. باه احنا الزوز الطرق اللي نعتمدوا فيهم فيهم دي ديفايونس كبار. الاولانيه كي تجيب ملاعبيه بالحجم هذا لازمهم مدرب واحاطه بالحجم نتاعهم. انت اليوم تجيب ملاعبي من روما ومعناتها المدرب الحراس ولا المدرب اسكو الي كابابل باش يجاري الملاعب هذا يعرف الريتم تاع لونترينمون تاعو مونتالمون ينجم يتبعو يتبعو اسكو الملاعب قاعدين يتواصلوا مع اسكو الملاعب كي يجي لهنا الملاعب هذا كي يجي لهنا اسكو هو ساعه عنده ثقه في المدرب والاستمراريه في الخدمه اللي كان يخدمها يلزم هو يكون عنده جنب ساعه
خاطر ما ينجمش يكون يدرب عند مدرب كاليبر ايه. يجي لهنا يلقى هو بده ينجم يضحك. وصلنا هنا سامحني سي نجس وصلنا في تونس انا خلطلا وصلنا في تونس عنا جوارات راه نجيبوهم اسر تاع موفا واحد من مونبيلي انا كنت شاد وقتها منتخب تاع 2013 من غير ما نذكر شكون الطرف الفني يضحك على الطرف الفني معناها تجيب جوار كان يلعب في مونبيلي قاعد وقتها اولمبيك وتهبطوا هوني يلقى مثلا فلاني راني فيه اللي عمره ما رانا جمعيه سينيور في تونس ما عرفت علاش خاطر اللي حاطينهم شوف ايش كنت عاوز نقول لك انا كذا هذا المشكل له هذا المشكل له تحكي على ياسر الصخيري هذا المشكل له المشكل له لا يفلت جايز المشكل له انت كنت باش تجيب لاعبيه هكا وتحط لهم يرانيهم من على شارع تاع سبور ترافاي مدربين مشاو البورصه دراي تعرفوهم الكل شكون لا في العمر تبارك في العمر دونك يجي بعد 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 جيتي تقول شبيهم هذوما لانك ما عملتش لا كويزيون المجموعه ما نجمتش تلقى لها اللحمه اللازمه لانه اللحمه ما تتعمل زاد كبل كذا لازمك انا ما نجمش انا اليوم نجي لسلام نقول له باش نقريك صحافه وانا ما نعرفش هو سلام يقول لك شوف ايش احكي هذا مش فاهم ولا خويا جيت نكمل الفكره الثانيه انك تحط ملاعبيه توانسه ما تعمل فرق تونسي تجيب ملاعب يلعب في الدرجي وفي الافريقي وفي السويقس وفي الاطوال وفي غيره وغيره وجمع. هذو من الملعبية عمره 17 سنين تقول لي وين الحلقة اللي قالك عليها مفقود ما لقيتهاش هو تقول لك عليها الحلقة المفقود الحلقة المفقود في الميكرو بليلة الحلقة المفقود انه مش باش يلعب بعد لانه هو بعد باش تجيبه انت ذا الملعبي تبعثوا ليكيب ناسيونال وقت اللي ولي عمره 19 سنة تقعد تستنى في موكو هنا حتى يروح مجرني فيفا لانك ما تجبش تلعبه دونك باش يجي موكو هنا ويلعب في بلاصته حتى لو كان جا في الليل دونك هذاك الملعبية اللي جان هذم الكل ما يوصلوش خاطر ما ياخذوش 30 جو في جمعياتهم في المونجي كانت عندي ما عادش عندي وقت 10 ثواني الناس راهي الحلول موجوده ابعث الناس تعمل لا فورماسيون في اوروبا يمشيوا يتعلموا كيفاش يعملوا الفورماسيون كيفاش يحكيوا مع الجورات اللي جاونا اليوم الناس راهو حتى في برشا اماكن في تونس قاعدين يعملوا في ديزاكاديمية عمره ما حد ساقوا في الكوره واضح سي مونجي خاطر سيغيفي ان كوميرس رفقي نبدا معك ايضا الموضوع نتاع التحكيم كيف كيف فما الأزمة باش تعود للسطح من جديد نتاع الحكام يبدو أن فما مراسلة تبعثت ولو كان يحط هنا أكرم نشوفوها في اللايف ستريمينج تبعث من الحكام للوزارة وكذلك لسلطة الأشراف بخصوص الاتفاقية اللي صارت بين الحكام وفي الفترة اللي فاتت ما تمش تطبيق منها حتى شيء ما تمش الإيفاء بالتعهدات الماتشات الودية اللي قالوا باش يخلصوكم فيهم ما خلصوش كانوا وعدوهم بطاقة دخول الملاعب نتاعهم كالعادة ما خذوهاش تونيات اللي وعدوهم بها ما خذوهاش الملاعب ما تبدلوا فيهم حتى شيء حتى لليوم طلبوا لقاء اعلامي لقاء باش يحكيوا فيه معناها مع من جديد معناها بعد الاجتماع اللي صار كيف حتى مراد الدعم يقولوا لي بعض الحكام يكلموا فيه توا جماعتين ثلاثه ما يزش على حد فمجموعه من الاسماء وقاعدين نشوفوا في اللايف ستريمينج بتاعنا بعثوا مذكره وبعثوا مطلب للجامعه التونسيه لكره القدم من وزاره الرياضه من اجل لقائهم وتلبيه مطالبهم ويوصلوا ويشوفوا وين وصلت الامور هذه الحكام ونعطي حتى بعض الاسماء نعيم حسني دوساف الجنواتي هدى عفين مراد الهذلي فرج عبد اللاوي سامي البلطي وسيم عمارة ومهدي بسرور هذو من اللي موقعين على المبعوث هذا اللي بعثوه هم اللي مثلوا بقية الحكام نتصور بالضبط إذا كان تعمل وعود وما تنفذهاش وإذا كان مطالب ما تحققهاش على أرض الواقع عادي إسلام باش يعاودوا يذمروا الحكام وخاصة الغموض في موقف الجامعة لجنة التسوية والإدارة الوطنية للتحكيم وقت اللي تقول لي أنه مراد الدعمي ما يهزش على التليفون معناها فما مشكل ينجم يكون مش مشكلة في الإدارة الوطنية للتحكيم قدر ما هو مشكل في لجنة التسوية يلزم يكون الموقف واضح علاش ليه أنا نعاود إذا كان ما عنديش حلول عاجلة نعاود نحكي مع الحكام نحاول واني نبسط لهم الوضعية الصعيبة اللي حتى حد ما ينكر وانه ماليا وضعية صعيبة ممكن في قطري نرجع لمنتخبات الشبان عندي معلومة وانه مدربين يصرفوا من جيوبهم من جيوب مدربين تاع اصناف الشبان حتى منتخبات الاكابر يعني المعلومة اللي عندي وقت اللي كان فوز البنزرتي باش يمشيو يتفرجوا في ماتش مستير ولا في بنقردين ولا في اي بلاصة يخلصوا هما ليسونس وهما يدفعوا تنقلات اللاعبين يخلصوا فيها المدربين فما بالك في مصاريف طايله للحكام واستحقاقات اللي الحكام من حقهم وين الهيئه التسييريه هذه يزل هنا ديما انا نحب نكون الوضوح يا خويا احكي معاهم وضح لهم مش وعود زائفه ما يلزمكش تقدم وعود وقت اللي انت ما تنجمش تنفذها كان على لجنه التسويه على الاداره الوطنيه للتحكيم
انها تكون واضحه مع الحكام. ما نعطيك شعود باش نعطيك المطالب هذه وانا ما نجمش الا بها. رفقي عطات وعود اي عطاهم وعود هذوما كل وعود بحال حاله اللي حكيت عليهم توا التونيات والبطاقات والملاعب والفلوس وعدوهم في ظرف بالضبط 10 ايام باش يسويوهم اليوم شهر ما صار فيهم حتى شيء. الماتشات نتاعهم مسبوبه معناتها لا انا الحقيقه جيت في برشا منابر لهنا خاصه وحكيت الحقيقه كنت ضد الحكام في الجريف نتاعهم وفي كذا كذا لكن اليوم كي ما توفرلوش اكيبمون وكي ما توفرلوش ملعب باش يدرب كارته معناها هوني راهو استهتار ما عادش هنا نحكيو راهو ما عادش نحكيو على لابون غوفيرنونس مانيش نحكيو على حسن تسيير هنا نحكيو على تجاهل خاطر انت تجي ما تعطيوش كارته نتاع ستاد شنو تكلف لك انت عندك كوارت بلاستيك فيرت في الفيدراسيون ايش بدي اعمل لهم كوارتهم تاع والاعضاء اللي جانا راهو خذاو الاعضاء اللي جانا خذاو انت سامحني الجامعه التونسيه كره قدم تعمل قبل ما تسمي لجنه اخلاقيات يلزمها تلتزم بالحد الادنى من الاخلاقيات مع في تعاملها مع الواحد قبل ما تعمل لجنه خاطر انت اليوم تسمي في لجنه باش تعطيهم بيرو وباش تعطيهم دبابز ماء وباش تعطيهم كوارت وحكام ما ينسش عليهم مورد دعم ما ينسش تليفون وبعد انا معناها انا حكم رئيس اللجنه ما ينسش عليه وبعد نقع عيني معناها انت انا نخدم معاك تبعتني مباراه وانت ما تجاوبنيش انا كيفاه وكان عندي مشكله وكان عندي كان يبلسي وكان عندي فريق حبي ولا اي حكايه شو نعمل خويا باش نظلم شو كيفاش هذا اللي يهلك البلاد وهذا اللي يهلك الرياضه الكره التونسيه كي توعد وما عادش تهز التليفون من بعد انا باش نحكيكم انكدوت قعدت مع شخص معين معروف مش لازم نحكي يجاه تليفون يشتم في السيد ما تتصوروش في البال نتاعكم من وقتها ما عادش دخلت اول مره واخر مره دخلت البيرو نتاعو يشتم في السيد ما تتصورش في البال نتاعك بعد اربعه مكالمه هاتفيه هز يقول له عشيري شنحوالك لاباس خويا اقسم بالله العظيم اليوم توعد وما اقسم بالله عشيري وتوحشتك وينك هو يشتم فيه انا يوريك اليوم راهو يزينا ومن حقهم الحكام يعلم بهم ربي كيفاش ما عندهمش شنو يدربوا ما عندهمش سالدو ميسكولاسيون يدربوا تشوف الحكام نتاعنا عندنا كفاءات كبيره برشا انا الحاسب تعمل لانديبوندونس في الاثناء تهبط عينات الحكام نتاع الجورني الجايه اتحاد بن قردين ترجي حسين بولعريس لكلوب مستقبل سليمان وسام بن اسحاق هيثم طرابلس يقول مقابله العمران مع المتلاوي سي اس اس اتحاد تطاوين تاع عبد الحميد بدر الدين حمزه جعيد الماتش مستقبل جابس والسي ابي الاولمبي البيجي الاتحاد المونستيري باسم بالعيد حسن النالي يقود الماتش قوافل القفصه وملعب التونسي جرجيس والاتوال ماتش يقود وليد المنصري تعليق على التعيينات هذه ما عند الحكم السابق مختار دبوس موجود معنا بالتليفون مختار اهلا بك مرحبا بك سلام مرحبا بك سي مونجي طارق رفقي وبالعضو الجامعي السابق ورئيس الجامعه اللاحق مرحبا سي مختار خرجت مع البارح في الليل ولا لا على عينه مشيت سهرت ولا لا هكاك نحبك هكاك معلم راك باهي مختار ما عنديش برشا وقت تقريبا 5-4 دقائق مازالوا فما وجوه جديده انا معايا انا ما عندكش وقت وما عندكش خويا مدخلك وانت ماكش حاضر معنا باش نحبك انا هناك انا وبلال باش تجيب حضينا وما جيتش سلام باهي مختار فما وجوه جديده ظهر لي في التعيينات شفناه مش وجوه جديده اللي قاعدين تقولوا فيه الكره وغلط فهمتني فاتتكم برشا يا خويا نسكروا وروحوا اللي قلنا الكل غلط غلط على الحكام راهو خلصوا يتدربوا في احسن تيرانات ليكيبمون موجودين فهمتني ديجا معناها يطلبوا فيهم الجامعه باش يهزوا فلوسهم والحكام تعلق على الجامعه قاعده فهمتني هذا تو ديسكور شو اللي جديد فهمتني سي مراد دعمي بالفلوس في شكاره يدور على ديار الحكام فهمتني الحكام ما حبش تحل عليهم ديار الحقيقه نتاع ربي وضع باهي للحكم التونسي وانا تعرف علاش والله ما اكثر تفدليك توا سلامه اللي فاهم وضعية الحكم هو بلال هوك بلال بجنبك يعرف وضعية الحكم أقل حاجة الكارتة اللي حكي عليها كيف من موضوع ما عادش حشرهم بالفلوس أعطيني كارتة كي نجي واقف قدام الصاد نحب ندخل نتفرج في زميلي ما يقلقني حد هذه أقل حاجة تنجم تعملها كجامعة وكانت موجودة قبل وين التوى عندي كوار تبع الحكام أنا مش ما نبتش عليك أو مش نعطيك قراءتي فما ثلاثة ملاحظات في اعتماد الشبان من التوى حسن النايلي باسم بالعيد هذا مسامي جديده هو ما فما حتى حكم دولي في الوضع هذه
الحقيقة أنا تفاجأت من التعيين بطريقة أنه على الأقل فما معادلة، فما ماتشوات الحقيقة يسحقوا حكام دوليين. علاش التوجه كامل في أي جمعية راك باش تدخل ما لازمش تعمل الشبان بركة، فما شوية تأثير شوية كذا، الحقيقة فما دوليين كانوا ينجموا يتعينوا. علاش 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 الإصرار الملاحظة الثانية على تعيين أسامة بن إسحاق لحومته سليمان؟ رأى أسامة بن إسحاق كل يوم يقوم في جهته، علاش التعيين هذا؟ فما برشا أسامي، علاش الثلاثة اللي تعمل هولو نادي الإفريقي ومستقبل سليمان هو ولد الجهة؟ ما فهمتش. تم تعيينه قبل وحكينا فيه سلام أسامة زفر السليمان في سليمان، وقلنا علاش التعيين هذا، وكان متقلق الوليد عنده جوارات في سليمان ولاد حومته يصبح عليهم ويمسي. معناها الحقيقة قلناها وعودنا ونفس الإجابة ونفس الإجابة باش نجاوبها لك. جايبوا لسليمان يا مختار، يسكن بعيد على سليمان معناها. أنا راني أنا كي نقول لك باب الخضرة راهو كي يعرضني واحد في سيد البحر يقول تحومتي تسمى سليمان وحمام نلف وبورسدرية نفس التراه يهز ويجيب عايش خويا راهو معناها يتقابلوا في التراه ويروحوا في التراه. أنا عندي أنا علاش مادام فما حكام أخرين من 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 مناطق أخرى علاش الإصرار هذا؟ هذه حاجة أولى. مع توفيق وكما قلت راني قبل قلت أسامة بن إسحاق رغم الضغط اللي باش يسيله ونجح في المقابلة الفارتة، واليوم باش نقول لك لو أسامة بن إسحاق باش نحضر نهار اثنين وبحاول ليه باش يكون عنده زيرو فوت. حاجة ثانية يا أخي حسام بولعريس معناها الراجل نجح في الماتش ماتش بن قودان والدراجي غدوة لا لا أي نجح في ماتش مستير والنادي الإفريقي واتحاد الرياضي المنستيري نجح. تمو خفف على الراجل يا اخي لازمو يعمل الكبارات ماتش صعيبة ما تهنى عليه ما تهنى عليه اي مو عطيته الفريق المستير اعمل له ماتش وسط تابلو اعمل له ماتش اخر خليه يتنفس شوية وبعد رجعوا للكبار معناها راهو كان كل اليوم افريقي غدوة تراجي بعد غدوة الاطوال معناها باش يجي نهار راهو باش يغلط وباش سامحني في الكلمة مش شلقة. لذا انا الحاجة الوحيدة اللي توني نحب نعيها راهو فما ماتشوات مشكلين مستير جرجيس الاطوال فهمتني وليد ان شاء الله يكون رغم انه تنقص شويه خبره وكذا لازم نطلب من وليد المنصي يكون قريب من ليزاكسيون يدخل الزويت ما يكلش ما يملش لاخر دقيقه. قراءه حسب لجنه التعيينات توجهت كونه تعمل الشبان رغم انه ليزانترناسيونول كل قاعدين في الدار ما عرفتش شنو التوجه هذا. ان شاء الله ان شاء الله يكون توجههم صحيح وان شاء الله نعرفين كالعاده صفر حاله نجيو بحدك ان شاء الله. رفقي قلت يا حمزه جعيد جابس وبنزرت شوف نادي بنزرتي يتشكى من التحكيم ومن المظالم نحب نعرف راي بسرعه اعطيني رايك تعيين حمزه جعيد. اسمعني اسمعني الكل لو اسمعني حمزه جعيد من حكام الشبان الصاعدين تتفرجوا فيه حكم المستير مرة بنت المستير انسان واحد ديما توا قاعدين احكينا فيه الموضوع هذايا قلنا اللي كونوا نقصوا يمكن التعيينات متاع ربيت المستير باعتبار مراد دامي موجود من رابط المستير. انا طالب من مراد دامي عامل جميع الحكام سواء لعبت كل كيف كيف كل مستير كي جابس كي بنزارت كي تونس تو تونس هي العاصمة في اكبر نمبر متاع حكام وعندها اقل نسبة قاعدة تتعيين. انا وليت ندفع تونس خاطر اني من العاصمة. يعطيك الصحة كملنا وفي سؤال بسرعة يتقلق ما يحبش برشا سؤالات شتوني سلفية طارق الزياد طارق راني انا طالب يا طالب بسرعة شنو اللي تبدل في التعيينات قبل من التعيينات قبل متاع سيناجي والتعيينات تو اسمعني يغزولي هذي تو كانوا قبل ناجي يعين وحده تو اللي هو سبعة من الناس يتعينوا ويتقابلوا ثمانية متاع الصباح يكملوا نص الليل الاخر يحب يحط فلان الاخر يحب يكمل فلتين ما متجيش تعيناتك لو تعينات تصير شخص واحد يعديها الرئيس اللجنة ويعديها الرئيس الجامعة وتوفى الحكاية هذو ما رأوا العباد تعدي في ثمانية وتسعة سويا تعينات في ماتش يقعدوا ساعتين. واضح شكرا لك يعطيك الصحة مختار دبوس. فقط نكمل نتائج السونداج تقريبا 600 واحد شاركوا فيها من حق تحفيز الأندية تحفيز الفرق الأخرى ماليا لإيقاف منافسها 57% يقولون نعم 43% يقولوا لا. شكرا لك رفقي بوستة شرفنا بحضورك. شكرا لك سلام. فقط توجه إن شاء الله بالشفاء العاجل زميلنا المنجي النصري ربي يشفيه إن شاء الله بعد الوعكة الصحية وزميلنا لاباس نورمال مصير المنجي إن شاء الله يتمثل الشفاء وإن شاء الله بالشفاء العاجل زميلنا محمد حبيب قويسمي اللي امبارح
اجرى عمليه جراحيه ان شاء الله سلامات. ان شاء الله ربي يشفيه. كيف كيف يعطيك صحه بلال فضيلة، شكرا لك. الله فيك سلام. ايضا سي منجي نورتنا اليوم بحضورك. زاد سي محمد علي قويسم وسي منجي النصري اللي نحبوهم برشا، وان شاء الله في اقرب وقت يرجعونا على الميدان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا طارق الزيدي، بارك الله فيك. ايضا شكرا لكل في الاخراج، اجمل تحيات اسلام المدب.